كل ما يحدث في العراق هو يعني منسق له مسبقا وليس بمحض الصدفة، وإنما هنالك تخطيط وهنالك توجهات كبيرة جدا. وحقيقة نستذكر في الفترات السابقة أن هنالك من يدعو إلى حروب شيعية شيعية، وهذه اليوم قد بانت أسلحة هذه الجهات التي كانت تعول على أن هنالك حرب شيعية شيعية. فبالتالي اليوم كل ما يدور في الساحة السياسية، الساحة الاجتماعية، حتى على المستوى التطرف الديني، حقيقة هو مواضيع مدروسة وحالات مخطط لها مسبقا. فبالتالي اليوم نجد أن في مثل هكذا توقيتات وظهور منظم وظهور مفاجئ لمجموعة من المتطرفين، سواء كانوا يحسبون على أي جهة من الجهات، سواء كانوا شيعة أو سنة أو حتى مسيحيين، التطرف في كل الديانات هو شيء مرفوض جدا وغير مقبول. فبالتالي اليوم هذا الظهور المفاجئ والظهور المنظم حقيقة هو عبارة عن يعني عن أجندة كانت تحاك في الأفق، فبالتالي اليوم بانت إلى العلن. نعم، طيب، يعني الحديث أشرت إلى أنه ليس محض صدفة. طيب لماذا هذا التصرف؟ يعني دعني أتحدث عن الشارع. اليوم الشارع العراقي هو يعني أو جرافات تقوم بتهديم المساجد وما شابه ذلك. يعني لماذا لم يترك الأمر إلى القانون ويأخذ مجراه؟ اليوم صدرت مذكرات قبض بحق يعني زعيم الصرخيين أو المرجع الصرخي إلى ما شابه ذلك. لماذا لم يترك الأمر إلى القانون وبقي كل شيء على ما هو؟ ألم يكن بالحسبان أن ما يقوم به أو ما تقوم به بعض الأطراف اليوم من تهديم وحرق وما شابه ذلك ربما سيؤجج الموضوع أكثر؟ لا سيدي العزيز، يعني اليوم يعني الكل ملتزم بالقانون، وما يحدث حقيقة أيضا هو درء للفتنة. فبالتالي اليوم يعني تهديم المساجد وحرق المقار وحرق المساجد والحسينيات هذا أمر يعني وفق القانون؟ كل هذه الإرهاصات سيدي العزيز هي يعني طبيعية بالمجتمع. اليوم لو كانت هنالك تطرفات في أي دولة من الدول هنالك محبين لجهة دون جهة أخرى. فبالتالي اليوم كفة القانون هي تميل لمن أغلق هذه المساجد والتي دعت إلى قتل العراقيين ودعت إلى اليوم نحن نتكلم عن تطرف، والتطرف الديني حقيقة قد حورب من كل العالم. بالتالي اليوم حورب من العراق، وعندما كانت داعش تنتهج نهج التطرف الديني كل العالم ذكرها بالإرهابية. فبالتالي اليوم كل من يتطرف دينيا حقيقة هو ينهج منهج الإرهاب. فبالتالي اليوم لدينا حدود لأي عمل ممكن أن يكون هذا العمل تطرفا. فبالتالي اليوم بوجود مثل هكذا أعمال يعني نتوقع أن تكون هنالك ردات فعل لأناس محبين للجماهير. نعم، طيب سيد حامد، يعني سيد حامد، يعني أنت أشرت إلى أنه ربما ما كان مخططا له أن تكون هناك حرب شيعية شيعية، وفعلا بدأت واضحة من خلال تصريحات الصرخيين. من هي الجهات التي تدعم الصرخيين اليوم وتقف وراءهم؟ طبعا حقيقة اليوم أنا لا يعني أتهم جهة بحد ذاتها، لكن كل من يحاول زعزعة الأمن العراقي وكل من يحاول أن يعيد العراق إلى مرحلة 2014 هو مستفيد من هذه الحالة. فبالتالي اليوم إضعاف المكون الشيعي بهذا الشكل حقيقة هو إضعاف لكل العملية السياسية، ويعني تغييب للأغلبية العراقية. ونحن نعلم جيدا أن غياب جهة سياسية من المكونات الشيعية أوقف العملية السياسية برمتها، وتكاد أن تنتهي العملية السياسية بسبب يعني عدم توحد الكتلة الأكبر الشيعية. فبالتالي اليوم مثل هكذا أعمال حقيقة نتوقع أن تكون هي يعني بدوافع سياسية أولا وبدوافع إقليمية ودولية ثانية. طيب.